أعرفه من 35 سنة. من الآخر كده إبراهيم ده أرشيف متحرك. عدل القياس صندوق الأسود بتاع النادي الأهلي. صفقات صفقات صفقات. حاجة غريبة جدا. أنا عندي منة ومحمد. وأنا عندي منة ومحمد. يبان في مناكفة، في شقاوة في الشغل بينه وبينه. أقعد أقول له لأ، هو يقول لي آه. وبعدين بقى على الهوا هو مدرس العربي بتاعي. مناكف مناكف مناكف. المرفوع والمنصوب وبتاع ما بيجليش. لا بس يكفيك شر غضبه. شوف الشاسيه بقى ده. في 74 مناكفة عدل طلعت مجلة الأهلي. وبعدين أهم ميزة بقى ما استلفش عمره مني فلوس يعني. عدل القيعي فصل مع الجن. عشنا أحداث كتير جدا مع بعض. رحت أنا والمهندس عدل القيعي كل مرة في كأس العالم للأندية. لما جت على روسيا بقى وكأس العالم خلع مني وراح لوحده. ملك وكتابة مع عدل القيعي وإبراهيم المنيسي في الأوقات التالية.